ناقش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مكالمة هاتفية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفي أونانغا أنيانغا مسار السلام في السودان واستعدادات الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. وتطرقت المكالمة لوضع البعثة الأممية في منطقة أبيي على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة. أكدت وزير الخارجية مريم الصادق المهدي على أهمية تلعب منظمة الإيجاد دورا أكبر في عمليات السلام والتنمية، وبحثت في مكالمة هاتفية مع المدير التنفيذي لمنظمة الإيجاد ورغنا جيبيهو الأجندة والقضايا المهمة للمنظمة توطئة لزيارة رئيس الوزراء إلى الدول الأعضاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة. عقدت مكونات الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية اجتماعا بالوفد المفاوض في سد النهضة، ودعت المكونات الحكومة وفريقها المفاوض للتشاور المنتظم مع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية في البلاد لتبادل وجهات النظر بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح البلاد العليا. كشف وزير المالية جبريل إبراهيم عن اجتياز السودان مراجعته الثانية بموجب برنامج تحت إشراف خبراء صندوق النقد الدولي في خطوة صوب تخفيف الدين. وقال الوزير على تويتر إن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهي خطوة من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين السودان فضلا عن خطوط ائتمان جديدة. أكد والي وسط دارفور أديب عبد الرحمن اكتمال استلام آخر مقرات بعثة اليوناميد بمدينة زالنجي، وأكد أديبا عملية التسليم والتسلم لمقار بعثات اليوناميد بالولايات تم كما هو مخطط لها.